عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وبصحة وبخير. النهاردة هعمل معاكم الفيديو دوت عبارة عن نوعين من السلطات، عشان احنا برضك في نظام الكيتو بنبقى محتارين قوي في السلطة. مثلا عايزين ناكل بروتين، لحمة او فراخ او بيض او سمك مثلا، ومحتارين جنبه في نوع السلطة. مش عايزة اكل مثلا اوراق خضراء بس، لا، ممكن السلطات ديت ان شاء الله هعمل لكم سلسلة فيديوهات من السلطات بتبقى طعمها جميل جدا وحلوة قوي ان شاء الله. النهارده هنعمل سلطه فاصوليا خضراء، وبضيف عليها ده عشان حبايبي كتير قوي بيقولوا ان البصل كتير، دي نص بصله تمام، ودولي حوالي 4 طماطمات او 5 طماطم شيري صغيره، مفيش طماطم شيري، ممكن ناخد الطماطم العاديه طماطمية واحده. وهنحط كمان معاه زي ما احنا شايفين شريحه جبنه شيدر اللي هي الاورنج، معاها كمان ان شاء الله اي نوع مكسرات، حبه مكسرات مش حبه مفيش مشاكل. انا بحب احط عليها عين جمل، يعني 3 وحدات كده او 4، بقطعهم كده من فوق بيدوها طعم ونكهه حلوه قوي. بيبقى معانا الدريسنج بتاعها او الصوص اللي هنحطه على الوش عباره عن مايونيز، وده مايونيز الكيتو اللي احنا عملناه مع بعض، معلقه واحده، وبضيف عليها حوالي معلقه من زيت الزيتون، معلقه من خل التفاح او خل عادي، وهنحط ملح وفلفل اسمر بس كده. ده الدريسنج بتاعنا. اول حاجه هاخد الفاصوليا الخضراء زي ما احنا شايفين، ادي كميه اهي. طبعا الكميه دي لو كتيره شويه، انا صراحه عشان عامله طبق يعني لفردين في الاسره، فممكن تنقصي شويه من كميه الفاصوليا الخضراء. فهعمل الفاصوليا باخدها على النار في ميه سخنه هنشوفه دلوقتي، وهنديها زي سلقه كده، بس ما بحبش اسلقها قوي، بحب يكون فيها تكه ان انا استطعم بالفاصوليا كمضغ كده، ما تبقاش مستويه قوي. يلا نعملها بقى مع بعض ونشوف. زي ما احنا شايفين كده الميه بتغلي اهي، هبتدي اضيف الفاصوليا الخضراء. هتاخد غلوه شويه، وهضيف لها معاها ملح، حط رشة ملح كده عشان تبقى طعمها باين في الملح، وهسيبها بقى تستوي بس مش كتير، يعني حوالي من 5 ل 7 دقايق كده، تاخد بس سلقة بسيطة ويبقى فيها طعم زي ما اتفقنا الفاصوليا. زي ما احنا شايفين حبايبي البصل هقطعه شرايح كده، دي نص بصلة واحدة عشان محدش يقول البصل كتير، دي نص بصلة مش كتير. هنقطعها بقى وهنجهز دلوقتي مع بعض زي ما بقولها لكم كده، شرايح بالمنظر ده بتبقى حلوه جدا، بتيجي تتاكل تبقى باينه كده البصل احسن ما يكون متقطع قطع صغير. زي ما احنا شايفين كده حبايبي ادي الفاصوليا الخضراء بعد ما اتسلقت تمام. اول ما تطلع من السلق بضيف عليها ميه ساقعه او قوالب تلج بحيث يفضل لونها الاخضر زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اضيف عليها المكونات اللي احنا قلناها، اللي هي هتكون الطماطم وادي البصل نص بصله، وهضيف عليها الجبنه، ممكن جبنه شيدر عاديه، ممكن جبنه ريكوتا، ممكن جبنه قريش، طبعا احنا عارفين جبنه قريش معانا بس احنا طبعا بنزود كميه الدسم. هضيف بقى الصوص اللي هو هيكون عباره عن ده معلقه مايونيز كيتو اللي عملناها مع بعض، وهضيف معلقه زيت زيتون صغيره اهي، وبعدين معلقة خل التفاح، ده الدريسنج بتاعها، وملح وفلفل، وأقلب المكونات كلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده. اضيف كمية من عين الجمل زي ما قلنا مع بعض، او اللي عايز يجيب لوز تمام معانا اهو، 3 وحدات كده اهو، واكسرهم، وهبتدي اضيف الدريسنج ده واقلبه كويس جدا اهو، تجي بالمعلقة نقلب المكونات كلها مع بعض.
بيبقى طبق سلطة تحفة جميل جدا، وتغيير عن السلطة الخضراء. هنحطه في طبق التقديم. يفضل طبعا ان احنا نعمل طبق السلطة دوت قبل الفطار بشوية، قبل ما ناكله بشوية، بحيث ان الدريسنج كده والمكونات كلها تمتزج مع بعض. وهضيف اخر حاجة بس قطعة اللوز كده، وادي شكل الطبق. طبعا شكله جميل جدا وطعمه هيعجبكم قوي قوي السلطة دي. نعمل مع بعض طبق السلطة التاني. طبق السلطة التاني معانا طبق سلطة لذيذ برضك جدا، هنعمله مع بعض دلوقتي. هو عبارة عن نص بصلة برضك، دولي حوالي 4 لـ5 زيتونات، حبة اسود او اخضر بس انا بفضل الاخضر، وديت نص جزرة، ودي طماطمايه صغيره، طماطم عادي، في عندك طماطم شيري تمام. ومعانا كمان قطع صغيره من البقدونس، هقطعها قطع صغيره. هضيف الجبنه هنا، دي جبنه مثلثات اللي هي جبنه ريكفورد، باخد مثلث يعني قطع صغيره ريكفورد معانا يا جماعه من النظام الكيتو. اما الدريسنج او الصوص اللي هنحطه هيكون معانا مستردة، وهيكون ملح وفلفل بردك وخل وزيت زيتون. مكوناتها سهلة جدا وبتبقى بردك تحفة ولذيذة جدا. نحاول نغير في انواع السلطات عشان ما نملش، وفي نفس الوقت دي بتبقى سلطات، دي لو عندنا ضيوف جايين لنا بردك بتتعمل، بتبقى تغيير كتير قوي عن السلطة المعتادة. هنعمل بقى مع بعض. هنبتدي نضيف ادي الطماطم، كل المكونات، ونص الخيارة، ونص البصلة، نص بصلة صغيرة اهي، والزيتون والبقدونس او اي نوع حاجة خضراء عايزة شبت تمام معانا بردك. وهضيف معاها هبتدي نحط الصوص. الصوص معانا هيكون زي ما احنا شايفين، ديت معلقة مستردة تمام، هضيف عليها بردك ملح، مقدار ملح كويس، وكمان فلفل اسمر، وهضيف معلقة خل او خل التفاح، بس انا بفضل صراحة خل التفاح لانه مفيد جدا. انا بجيب خل التفاح بردك عشان حبايبي اللي هو العضوي بتاع امتنان، حلو جدا. وزيت زيتون معلقة واحدة، وهبتدي اقلب المكونات مع بعض. وكمان هضيف نص ليمونة، ونص ليمونة صغيرة. هبتدي اقلب الدريسنج كويس قوي، وزي ما احنا شايفين كده هقلب بس المكونات الاول مع بعض عشان تختلط قبل ما احط الصوص او الدريسنج اللي احنا عملناه. انا طبعا قطعة الجبنة الريكفورد اهي شايفينها كيوب صغير، بقطعها كيوب بردك اصغر اهي زي ما احنا شايفين كده، بس انا بحاول اخليها في الاخر عشان انا ما ببقاش عايزاها تبقى مهروسة قوي جواها. بتدي طعم حلو جدا الجبنة الريكفورد في السلطة دي. اللي مش بيحب الريكفورد ممكن يحط بردك يا اما جبنة شيدر، يا اما جبنة الكوتة، او جبنة قريش بردك. اللي مش عايز جبنة خالص ما يحطش. وادي الصوص فين، واقلبها، يبقى طبق حلو جدا. وهنحطه في طبق في التقديم دلوقتي ونشوف شكله مع بعض. وزي ما قلبناها كده مع بعض هبتدي افضيها في طبق التقديم، تبقى بالشكل ده برضك. نعملها قبلها بفترة عشان المكونات، دايما السلطات اللي عليها صوصات دي تفضل ان هي تتعمل قبلها بفترة شوية عشان الطعم يتاخد مع بعضه. واخر حاجة بضيفها هي رشة السمسم، بيبقى طعمها حلو جدا. وزي ما احنا شايفين حبايبي ده طبقين السلطة النهاردة، طبقين لذاذ جدا
اتمنى ان انتوا تجربوه وهيعجبوكوا جدا. لو عجبكم نظام اعمل لكم سلسلة فيديوهات عن السلطة، يا ريت تقولوا لي في التعليقات كل حلوة، وانا معاكم وهعمل لكم. لسه عندي كمية سلطات حلوة جدا بتبقى مشبعة ولذيذة قوي وتغيير. اتمنى يا رب اللي شاف الفيديو النهاردة وعجبه يشترك في القناة ونفعل الجرس وما ننساش اللايك والشير لكل اصحابنا عشان نفيد بعض. اشوفكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.